وينك؟ يا مال الشام افرحي انبسطي، عمك حمزة رجع من حلب، عمك حمزة صار بالشام، خلاص راحت أيام الزعمة، اجى عمك، رجع عمك، عمك بالشام، عمك بالشام، بالشام عمك. هذا حكي حقيقي، عمك وصل عالشام؟ وصل عالشام، وشفته بعيني هذول اللي بياكلوا الهدوم. طيب وينه هلا؟ شفته ماشي هو ورجال حاره، ومثل ما فهمت رايحين عزوا أهلية عبيد الله يرحمه. طيب ليش ما اجى لهون؟ نسي انه عنده بنت اخ ناطرته؟ دخالتي عم بيقول لك عمك ابو حسان انه عمك راح ياخذ بخاطر أهلية عبيد شبنا، وهلا بس يخلص بيجي. طيب بركي ما اجى. ما بيصير ما يجي لهون، ما بيصير لخالتي. طيب ليش ما انا اروح لعنده على البيت وجهز له كل شيء وبطبخ له وبساوي له البيت وبيجي بلاقي كل شيء جاهز؟ يا بنتي يا حبيبتي الله يرضى عليك، هلا بس يجي هو لهون تقليله وما بيصير الا اللي بدك اياه. عمي انت ليه ما قلت له يجي لهون؟ انا لمحته لما دخل بالزق، وصدقيني لو شفته قبل كنت جبته معي لهون قبل ما يروح يعزي. انا راح باخذ الاغراض حطهم ببيت المونه وراح البس واطلع نادي له منيح، بس انت اهدي واركني. حاضر، أنا كمان رح شغل الكانوني وساوي لك وسمح شي، وكتير بكون الشي هلأ مو؟ خلص اللي بدك إياه عملي لك أمي. يا الله يا الله، محبة هالست عمها بالزحلة. الله يهديها، الله يبعد عنها الباب.